ضمن دورته 45 اختتمت أمس فعاليات معرض بغداد الدولية بمشاركة 17 دولة عربية منها وأجنبية، حيث تخلل حفل الاختتام هذا تكريم المشاركين لهذا العام، سيما الأجنحة التي كانت الأكثر إقبالا للزائرين، في مقدمتها جناح هيئة الحشد الشعبية الذي استوعب أعدادا كبيرة من المواطنين. طبعا مثل ما شاركنا في افتتاح معرض بغداد الدولي، كذلك شاركنا في ختام هذا الكرنفال الجميل معرض بغداد الدولي، وكان الهيئة مشاركة فاعلة من خلال جناحها اللي يقيم على أرض معرض بغداد الدولي بمشاركة العديد من المديريات والتشكيلات. خلال 10 أيام كان هناك تفاعل كبير وجميل، وكان هناك إنجازات كبيرة قدمت على أرض هذا الجناح من خلال الكفاءات والشباب ودماء المجاهدين، التي طرحت الكثير من البرامج والتقنيات والمعروضات الجميلة التي حازت على إعجاب وإطراء كل من زار جناح الحشد الشعبي. وشهد جناح مديرية الهندسة العسكرية التابعة لهيئة الحشد الشعبي توافدا من قبل الزائرين والوفود الأجنبية المشاركة ضمن فعاليات معرض بغداد الدولي، مشيدين بالدور المميز الذي قدمه سلاح الهندسة العسكرية في السلم والحرب. وتلقى هذا الجناح عددا من الأوسمة ودروع التميز والإبداع، بالإضافة إلى الشهادات التقديرية من قبل القائمين والمشاركين في المعرض. كل المعارض العراقية على إبداعهم وعلى تمكيننا وتمكين الأجنحة بظهور بهذا المظهر اللائق ببلدنا، إن شاء الله بالسنوات القادمة يصير أفضل وأحسن وأكثر نورانية وأكثر فائدة. لقد العراق لازم يطلع من هذا القوقع اللي هو بيه، وهذه من الوسائل المهمة للخروج بالبلد إلى ساحل الإعمار وإلى التطوير وتقديم الخدمات. العرض التجاري حقيقة هو بداية المشوار، مثل ما يقولون الشركات عندما تلتقي في مكان واحد، التاجر يجي يجمعهم كلهم بان واحد، هذه إمكانية مو سهلة يعني أنه يحصل عليها التاجر والشركات والراغبين بالعمل والإعمار بالعراق. جزاهم الله خير جزاء حقيقة باسم هيئة الحج الشعبي، باسم الحج أبو مهدي، باسم كل المجاهدين بالحج الشعبي، نشكر من عندهم أن مكنونا من هذا الجناح الحلو بالرغم من الصعوبات، بس الحمد لله كان موفق وناجح إن شاء الله. جزاكم الله خير. أحسنتم. بالتأكيد مشاركة الهيئة بجناح مستقل وبعرض رائع جدا في معرض بغداد الدولي، هذا يعطي انطباع إلى جميع العراقيين أن الحشد موجود وهو يد بيد مع كل العراقيين، وكله عون إلى كل العراقيين. الحشد لم يولد من أجل القتال، الحشد ولد من أجل المهمات الصعبة، والمهمات الصعبة هي ليست فقط مهمات القتال بل حتى مهمات السلم. الحشد وجد مدنيا ويبقى مدنيا، ولكن عندما تقتضي الضرورة سيكون عسكريا بامتياز.